يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بالفقره الطبيه. وموضوعنا اليوم نتحدث عن الالم المزمن، نتحدث عن الالم او التداخلي، راح نتحدث عن علاج الالم التداخلي وما هو وما هي الاسباب، وهل هناك في اشخاص، في كثير من الاشخاص بيعانوا من الم مزمن وامراض مزمنه بيطرقوا جميع الابواب لكن دون فائده. راح نتحدث بالحلول، نتحدث عن علاج الالم التداخلي وكل هاي المحاور مع ضيف اللي راح ينضم لنا من بيروت عبر تطبيق السكايب، دكتور مازن الراعي، اخصائي علاج الالم التداخلي. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، شكرا على الاستضافه. دكتور، يعني نتحدث ما هو الالم المزمن؟ كثير بنسمع او بتتردد كلمه الالم المزمن، ودائما الانطباع الاول بنحكي انه اللي ما له علاج، فما هو التفسير او تعريف الالم المزمن دكتور؟ بشكل عام اي الم بيكون حاد، ببلش حاد، بنحاول نعالجه بشتى الطرق. إذا تجاوزت الفترة بين شهرين وثلاث أشهر بدون ما نوصل لنتيجة مطلوبة، بصير الألم يتحول من ألم حاد لألم مزمن، ساعتها بصير نتصرف بشكل ثاني مع الألم. هل هناك دكتور مواقع معينة هل ممكن نحدد، يعني الجسم في مختلف الأعضاء ومختلف الآلام، له علاقة بأعضاء معينة ممكن نحكي بكامل الجسم، ما في اختصاص لمكان الألم اللي لا له فعليا ما له علاج؟ أخصائي علاج الألم المزمن بيشتغل، بيتعاطى مع جميع أنواع الألم، إن كانت بالعضلات، بالمفاصل، وجع الرأس، مايجرين، وجع مفاصل، ديسك، جميع أنواع الألام اللي عند المريض، حتى مرضى اللي عندهم وجع من خلال السرطان، بسبب السرطان كمان إحنا نتعاطى فيهم. ف بكل جميع أنواع الألام بنشتغل، نعم بنتدخل بجميع أنواع الألم. إذا نفسر دكتور ما هو علاج الألم التداخلي، نتحدث عن التخصص الجديد، يعني أخصائي علاج الألم التداخلي هو تخصص جديد أو ممكن نحكي عرف حديثا، إذا بدنا نعرف ما هو هذا التخصص أكثر، ما هو علاج الألم التداخلي دكتور؟ أساسا كان قبل إذا واحد عنده ألم بطرح معين من الجسم مضطر ياخذ دواء، إن كان حب أو إن كان بالمصل أو أبر، لحتى الدواء يشتغل بوصل لمطرح يخفف الألم بالمكان اللي عندنا فيه مشكل. صحيح. بينما بعلاج الألم التداخلي اللي هو منه حديث بس تطور بشكل كبير بآخر فترة، نحن نقطع المرحلة أنه نأخذ حبوب ونأخذ أدوية أو أبر، مباشرة نتجه لمكان الإصابة. يعني مثلا أنا بدل ما أخذ على أسبوع أبر حبوب أو أبر عشان عندي وجع بمفصل الركبة، مباشرة قادر علاج الألم يتدخل يروح بإبري مباشرة على مفصل الركبة ويحل المشكلة الموجود هناك. تطور علاج الألم كثير زاد وقت الحالي بسبب تطور الالترا ساوند او الايكوغرافي، يعني اللي مستعمله بالتصوير الصوتي ان كان لجميع اعضاء الجسم، صرنا عم نستعملها كثير بعلاج الالم ان كان للتشخيص او لحتى نتابع العلاج. يعني احنا عم نعمل الاوبر بنكون عم نتابع، احنا عم نصور بالتصوير الصوتي. دكتور، نتحدث عن نسبة وجود هذه الألام أو نحكي الأوجاع المزمنة، وكيف بتم، إيش هي الأمراض، يعني حسب العيادة وحسب المرضى دكتور، ما هي الأمراض الأكثر شيوعاً ونسبة الإصابة بهذا الألم المزمن؟ إذا بتحكي مع الناس بالشارع أكيد من كل 10 بتلاقي 5 أو 6 بيقول لك مزبوط عندي مطرح عم يوجعني، إن كان مفصل أو إن كان وتر أو كان عضلي. بالنسبة للعيادة أكثر جزء من المرضى هني أوجاع أسفل الظهر، low back pain، تقريباً 80% من الناس خلال حياتهم بيصير عندهم وجع بأسفل الظهر وبيحتاج علاج. بعد منا بصير عندنا أوجاع المفاصل، تحديداً مفاصل الركبة أكثر شيء معرضين بسبب طبعاً نحن نستهلكهم بشكل كبير، وزننا عليهم، زائد مفاصل مثل الأكتاف لأنه الكتف حركته كثير كبيرة، بكل حركة بإيدينا بكون عم حرك كتفنا، فكتير بصير عندنا مشاكل فيهم، كان مفصل أو كان أوتار أو عضلات اللي هي تدعم المفصل الكتف. لا عنا مشاكل أخرى اللي هي مثلاً بإصابات الرياضيين، إن كان عنا بالتمزق بالعضلات أو تمزق بالأوتار، أو عنا مثلاً مطارح اللي بيصير عنا انحباس بالأعصاب، اللي المرض مثلاً كتير ناس بيعرفوه اللي هو بالكاربل تانل سيندروم، لما عنا العصب بينحبس بالمجرى عند المعصم اليد، بشكل ألم كتير كبير بالإيد مع خدران مع تنميل بالأصابع. إلخ إلخ إلخ، كثير في مشاكل. ما ننسى طبعا موضوع وجع الراس، يمكن مايجرين او انواع ثانيه، اللي هو كمان في عندنا كثير مرضى بيشكوا من هذه المشكله.
دكتور، ايش هو التفسير العلمي؟ يعني ما بنحكي الم مزمن، هل يعني انه الجسم بطل يتقبل المسكنات، الادويه، المضادات؟ فعليا ما هو التفسير العلمي دكتور بانه الجسم فعليا بحاجه لعلاج الم تداخلي دكتور؟ في مطارح بجسمنا الادويه ما بتوصلها بشكل كبير او ما بيكون لها النتيجه الجيده عليها. اوكي، فمثلا اذا انا عم باخذ جرعه صغيره من الدواء احطها مباشره بمفصل الركبه، قد ايه الفرق عن انا بدي اخذ ادويه على فتره طويله لوصل الدواء لهذيك المطرح؟ زائد عندنا مثلا نحكي تمزق بوتر، طب تمزق بوتر لو اخذ الدواء ممكن خف وجعه بوقت من الاوقات، بس انا ما وصلت لمطرح انه هذا الوتر يشفى. يعني مثلا نحن جزء من علاج الالم التداخلي اللي هو العلاج الريجنريتيف ميديسن، نحن اعاده ترميم. فمثلا نحن من الاشياء اللي بنستعملها بنحاول نرمم الوتر اللي في عنا تمزق فيه، او بنحاول نرمم داخل المفصل اللي عنا ضرر عليه، بالنتيجه المريض بخف الالم عنده، مش لانه اعطينا مسكن، بنكون احنا عملنا تصحيح او ترميم للمشكله الموجوده، وهذا اللي وصل انه المريض يرتاح من الالم. دكتور، اذا نتحدث عن طرق التشخيص، نتحدث عن انه الشخص عنده مشكله معينه باماكن مختلفه واستخدم كافه الوسائل المسكنات وادويه وما زال يشعر بالالم، فكيف يتم التشخيص في حال توجه لطبيب او اخصائي العلاج الالم التداخلي دكتور؟ اول شيء بنتمنى على المرضى ما يطولوا كثير بفتره محاوله العلاج بالطرق التقليديه، لسبب كل ما طالت الفتره كل ما بيكون المشكل اصعب تصليحه، واحيانا بيكون عندنا وجع بسبب ناتج عن كثره استعمال الادويه المسكنه. فنحن من الاهم شيء عندنا طبعا بالتشخيص للمريض السيره المرضيه عند المريض، بيكون بتفصيل لانه كل كلمه بيقولها المريض بتعني لنا مطرح المطارح عن السبب او عن المشكل الموجود عند المريض. طبعا الفحص السريري جزء كثير مهم من شغلنا، زائد بنستعمل التقنيات اللي هي من تصوير شعاعي MRI حسب الحاله. وشيء كثير مهم اللي احنا بنستعمله وحكينا سبب تطور علاج الالم التداخلي هو استعمال الالترا ساوند او التصوير الصوتي بالتشخيص وبالعلاج. التصوير الصوتي استعماله سهل بالعياده، ما بيعرض المريض لاشعه، ما عندنا خطوره على المريض، وبنفس الوقت عنده ميزه كثير مهمه انه بنعمل شيء دايناميك سكان. يعني انا مثلا عندنا مشكل بمفصل، نحن عم نصور الصوره قاعدين نحرك المفصل ناخذ فكره اوضح عن شو المشكله اللي عم بتصير بهيدي اللحظه، بينما باقي الاشياء كانت صوره ريم مغناطيسي او صور شعاعيه كلها صور ثابته، ما قادرين نحن نصور اثناء حركه المريض نشوف شو المشكله اللي عنده اياها. الدكتور مازن الراعي، اخصائي علاج الالم التداخلي، بنشكرك طبعا على كل هذه المعلومات الطبيه والصحيه اللي انضمت لنا من بيروت عبر تطبيق سكايب. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبيه، تحدث فيها دكتور عن ما هو تعريف الالم المزمن وعلاج الالم التداخلي، التخصص الجديد زي ما حكى، ممكن التفسير العلمي الاكثر له انه عدم وصول الادويه لبعض الاماكن، فلهيك ما بيكون في، لو اخذنا كافه اشكال العلاج بنحس انه ما في فعليا نتيجه، زي ما بناكد على كلام الدكتور بضروره التوجه للطبيب لنتمتع بصحه وسلامه. بنتمنى السلامه للجميع، واستنونا بفقرات طبيه جديده وعوده لكم زملائي.